بالفعل المضارع. ارفع مضارعا الى يجرد من ناصب وجازم كتسعد وبلا ننصب هو كي كلاب ان لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحيح واعتقد تخفيفها من ان فهو مضطرب وبعضهم اهمل ان حلل على ما اختها حيث استحقت عملا ونصبوا بإذن المستقبل ان صدرت والفعل بعد موصلا او قبله اليمين وانصب وارفع إذا إذا من بعد عطف وقع وبين لا ولام جر التزم يظهر أن عصيبة وإن أذن لا فاء نعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا كذاك بعد أو إلى يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر لا حزن وتلو حتى حال نوم أولا ليرفع عنا وانصب المستقبل وبعد فا جواب نفي نو طلب محضين أن وسترها حتم النصب والواو كالفاء إن تفيد مفهوما مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء وقد قصد وشرط جزم بعد نهيا أن تضع من قبل لا دون تخالف يقع والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزم مقبلا وفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ماء إلى التمني ينتسب وإن على اسم خالص فعل أضف تنصيبه أن ثابتا أو منحرف وشذ حذف أن ونصب به سواء مرة فقل ما بعد الرجاء رحمه الله. ارفع مضارعا قالوا وضع الممنوع من الصرف بين بابين من ابواب الفعل يشير الى صلة الممنوع من الصرف بالفعل لان الاسم يمنع من الصرف اشبه الفعل. قال رحمه الله ارفع مضارعا اذا يجردوا من ناصب وجازم كسر المضارع اذا لم يسبقه ناصب ولا جازم يرفع. قالوا رافعه حروف المضارعة ورد بأن جزء الشيء لا يعمل فيه وقالوا حلوله محل الاسم ورد بأنه يقع في مواقع لا يقع فيها الاسم. هل لا تقوم بالواجب حرف التحضير لا يأتي بعده الاسم فقد وقع في مكان لا يقع فيه الاسم. والتعليل السالم من الاعتراض هو الذي قاله الكوفي وجنح إليه ابن مالك قال رافع التجرد عامل معنوي سموه التجرد. يرفع مضارعا لا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. قال ونواصب المضارع نوعان نوع ينصب بنفسه وبدأ به ونوع ينصب بأن مضارع جوازا أو وجوبا. قال وبلا ينصبه لن تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال. قالوا تنفي لن ما أثبته حرف التنفيس تقول سيقوم زيد فإن نفيت قلت لن يقوم. قالوا ليست مركبة وليست هي لا أن حذفت الهمزة تخفيفا فالتقى ساكنان فحذفت الألف فصارت لن. قالوا هذا كله مردود ومن خصائصها أن معمولها يتقدم عليها فتقول لن أقول باطلا وتقول باطلا لن أقول تقدم عليها معمولها أنا معمول مقولي وبل ينصبه. وكي تأتي في العربية على ثلاث فئات تأتي مختصرة من كيف يقولون كيف حالك ومنها قول الشاعر كي تجنحون إلى سلم وما ذؤرت قتلاكم ولو الهيجاء تشتعل. الاستعمال الثاني أن تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملا فتدخل على تجر ما المصدرية في قولهم إذا أنت لن تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع وتجر أن المصدرية مضمرة وأجاز الكوفيون بروزها في الاختيار وقد جاءت في الضرورة كقول الشاعر فقالت كل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع وتجر مال استفهامي. بارك الله فيك. في قولهم عن علة الشيء فعلت هذا كيما والقسمان هذان غير مرادين له المراد له
الثالثة وهي أن تكون بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا، وهي الواقعة بعد اللام لفظا أو تقديرا. تقول جئت لكي أتعلم، فكي هنا بمنزلة أن المصدرية والتقدير للتعلم، ولك أن تقدر اللام قبلها دون أن تذكر، فتقول جئت كي أتعلم، لك أن تعتبرها مصدرية وأن المضارع منصوب بها وأن اللام مقدرة قبلها. فإن جاءت اللام قبلها وأن بعدها لك أن تقدرها حرف جر مؤكدة للام وتؤكدها مصدرية، تجعلها مصدرية وأكدتها أن، كقولهم أردت لكيما أن تطير بقربتي، فمن قوله وكي، إذا كي المصدرية، هذا قوله وبين ينصب هو كي كذا، بأن أن المصدرية كذلك تنصب المضارع لا بعد علم، لأنها بعد علم مخففة من الثقيلة، مثل علم أن سيكون منكم مرضى، هذه مخففة من الثقيلة التي بعد علم. أما المصدرية فنحو ولن تستطيعوا أن تعدلوا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والدين كذاب لا بعد علم، والتي من بعد ظن ففيها الوجهان، إذا كانت بعد ظن فيها الوجهان. قل وحسبوا أن لا تكون فتنة، وحسبوا أن لا تكون فتنة، والرفع صحيح صحيح. واعتقد تخفيفها من أن بعد العلم إذا لم تنصب، أو بعد الظن إذا لم تنصب، فهي مخففة من الثقيلة. علم أن سيكون، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، تقدير أنه، فهو مضطرب. قال بعض العرب أهمل أن حملا على ما، بعض العرب أهمل أن، قالوا لا فرق بين قولك أحب أن تقوم وأحب ما تقوم، لا فرق بين ما، فما لا تعمل إذا أن لا تعمل. وقرئ لمن أراد أن يتم الرضاعة، أن يتم الرضاعة على القراءة على هذه اللغة. أنا أقول بعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا. قال رحمه الله كذلك من النواصب أن، إذا ونصبوا بإذن المستقبلة بشروط أن تتصدر، وأن يكون المضارع بعد متصلا بعدها، وأن يكون المضارع من فئة الاستقبال إلى الحال. تقول سوف أزورك غدا، أقول لك إذن أقابلك. فإن قلت لي أحبك، أقول لك إذن تصدق لا نصب، لأنها إنما دلت على الحال إلى الاستقبال. وإن قلت محمد إذن، تقول محمد إذن يقابلك بالرفع لأن فقد صدارة، أو تقول إذن محمد يقابلك فبالرفع والإهمال لأنها فقد اتصال بالفعل. والفصل بالقسم كلا فصل، تقول إذن والله أقابلك. وقال بعضهم الفصل بالجار والمجرور أو النداء كلا فصل. أوجز بعضهم ذلك نظما، قال أعمل إذن إذا أتتك أولا، وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء، وإن تجئ بحرف عطف الأول فأحسن الوجهين لا تعمل. ومن ذلك قول الله عز وجل، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. قل وإذا لا يلبثوا، أم لهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قل فإذا لا يؤتوا الناس نقيرا، أنا قوله وانصب وارفع إذا من بعد عطف وقع أقرأ. وبين لا ولا من جر منك أن تنصب المضارعة وهي مظهرة وجوبا، إذا وقعت بين لام التعليل ولا، نحو لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن لا يعلم أهل الكتاب لا يقدرون. أنا أقول ماذا؟ وبين لا ولا من جل تزيد نهار، وأن ناصبة المضارع ولا بد من نهارها. لو قلت لي لا الثقل فيها واضح. وإن عدم لا إذا وقعت بعد لام التعليل ينصب المضارع بين المضمرة جوازا، فإن أظهرتها لا حرج، وإن أضمرتها لا حرج. وجاءتا في كتاب الله، قال وأمرنا لنسلم، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. هذا قوله وانصب وارفع إذا من بعد لا
لا فنعمل مظهرا او مضمرا. وبعد نفي كان بعد نفي كان وهي التي بعد لام الجحود فان المضارع ينصب بها واجبه الاضمار وهي المسبوقه بما كان او لم يكن نحو وما كان الله ليعذبهم لم يكن الله ليغفر لهم ما كان الله وما كان الله ليعذبهم ولا بد ان تكون ناقصه فان كانت تامه تكون ان بعدها جائزه الاظهار مثل ما كان زيد ليفعل كذا اي ما وجد لو قلت ما كان زيد لن يفعل جائزه قال لماذا لم ينبه على هذا قال الشائعه المعروفه كان الناقصه وهي المراده عند الاطلاق اظهر اذا كانت كان تامه يكون نصب المضارع بعدها بين جائزه الاظهار وجائزه الاضمار قالوا قال الكوفيه اللام بعدها هي خبرها ما كان الله ليعذبهم قالوا ليعذبهم هي خبر كان لم يكن الله ليغفر لهم ليغفر هي خبر لم يكن وقال البصريون الخبر محذوف التقدير وما كان ليعذبهم مريدا ليعذبهم وجاءوا بدون متعلق به واضح انا قوله وبعد نفي كان حتما اضمرا ولبعضهم وكل لا من قبله ما كان او لم يكن بالجحود لام الجحود مسبوقة بما كان ولم يكن أضاف الشيخ سدي الأبيلي رحمه الله إن وجعل منها قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال الشيخ سدي الأبيلي الشنقيطي توفي عام 1284 من علماء النحو وبعد أن فيه كان حتما اضمرار يكفيكم هذا